الطرافة وحس الفكاهة لم يغيبا عن المسيرات التي خرج فيها الجزائريون للمطالبة بإصلاحات جذرية وجدية. فالهتافات والشعارات بعدم ترشح الرئيس لعودة خامسة صيغت بعبارات ومفردات كل بطريقته الخاصة. الجزائريون الذين امتلأت بهم الساحات الكبرى في الجزائر تفننوا في خلق شعارات طريفة وغريبة تعبر عن كم غضب ويأس حوله الجزائريون إلى فكاهة في قالب هزلي يشبه الكوميديا السوداء. ورافقت هذه الشعارات مسيرة الجزائر المليونية، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدسات الكاميرا بشكل منقطع النظير، شعارات تجمع في غالبها رفض العهدة الخامسة. المسيرات حولها الجزائريون إلى عرس كبير، خروج العائلات من كل الأعمار والفئات وخاصة المرأة التي كانت في موعد عيدها العالمي 8 مارس الذي أضفى بعض الأنوثة على اللافتات والشعارات عند المتظاهرات في الجمعة الثالثة للحراك الشعبي، صانعة لوحات وصور ستبقى عالقة في أذهاننا. سلمية سلمية، ثورة للابتسامة.